السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نعطيكم طريقة تحضير حليب جوز الهند وزبدة جوز الهند وزيت جوز الهند. هذه العملية هذه غادي نحضروها بالكوك أو جوز الهند اللي كناخدوه مبشور ويكون كامل الدسم. ضروري يكون كامل الدسم لأن كاينين فيه جوج ديال الأنواع، كاين اللي خالي من الدسم وكاين اللي كامل الدسم. فهذاك الكامل الدسم هو اللي كتاخذوه، ومن بعد كناخذوا الكميه اللي بغينا، يعني ما عندناش واحد المقدار معين، خذوا الوزن اللي بغيتوا او الكميه اللي بغيتوا. كناخذوا هذا الكوك هذا كنديروه في واحد الوعاء اللي كنكونوا عقمناه، يعني هذه العمليه خصها ضروري تكون واحد شويه ديال التعقام ديال الاواني اللي كنخدموا فيه. كنضيفوا ليه الماء المقطر، مقطر ضروري، مقطر الغليان، يعني غادي تاخدوه تغليوه توصل درجات الغليان، ومن بعد كتفرغوه فوق من هذاك الكوك. كتخليو هذاك الكوك يرتاح واحد ربع ساعة باش يطلق لنا جميع المكونات اللي كتكون فيه والدهون اللي فيه. ضروري ضروري كتكونوا غطيتوه وخليتوه. غادي ناخدو هذا الآلة الكهربائية اللي كنكونوا عقمناها، كبيت عليها الماء الغليان جيدا حتى تعقمات، ومن بعد كناخدو الخليط ديالنا كنفرغو فيها. كنطحنو هذا الخليط ديالنا مع إضافة الماء الغليان كما شفتو. أنا كنحاول ما أمكن أنني نفرغ كل ما كان من محتوى. منين نكون كنطحنوه كنبقى نضيفو الماء المقطر الغليان حتى نحصلو على واحد الخليط اللي كيكون يعني كالحليب، يكون باش الآلة ديالنا من تكون الآلة ديالنا كطحن بسهولة، فكنكونو عارفين بأن حصلنا على الحليب، يعني اللي يكون معقول، ما يكون خفيف بزاف ويكون سائل بزاف وما يكونش يعني خاطر، لان حتى لا كان يعني داك عقد حتى الاله الكهربائيه ما كتخلطوش مزيان. خصنا نخلطوه بكيفيه جيده حتى نحسوا على العصاره اللي كاينه في داك المبشور ديال الكوك والزيوت اللي كتكون فيه. كناخد ليكون ديالي كان نديرهم باش انني نقوم بهذه العمليه، يعني نحاولوا اننا نعقموا ونديرو شي حاجه تكون سليمه. نعقم حتى الليكون ديالي، كناخد يعني الخل نعقم به. هذيك الشبكه حتى هي عقمتها، يعني درت لها الماء غليان، درتها في واحد البانيو ودرت لها الماء غليان مزيان حتى تعقمات. من بعد كناخدو الطرف ديال التوب اللي كيكون من القطن الخالص. هذاك القطن، هذاك الطرف ديال التوب انا جبته من المجمد وكبيت عليه الماء غليان حتى داب دي كونجلا، ومن بعد عاوتاني درت لي ماء غليان تاني مره باش انني نعقمه مزيان. هذه العمليه ضروريه لان احنا هذا الحليب هذا غادي نشربوه، غادي ندخلوه في الطبخ ديالنا، غادي نديرو يعني بشرتنا، فضروري ضروري نديرو هذه العمليه. غادي ناخد الخليط نكبو في الثوب باش انني نمشيو العمليه ديال عصر هذا سميتو والحصول على الحليب. كنحاولوا اننا نضغطو على هذه الكميميسه هذه بشكل جيد. راه سخون، راه كان عصر وكنقول اي اي صراحه راه سخون سخون، لان الملك تنضيف ليه فاش كان تيطحن الماء غليان. المهم هاد العملية هادي غادي تمشيو عليها حتى انكم تعصروا الحليب اللي كاين كله في داك الكوك وتخرجوا منه كل داك الزويته اللي فيه باش اننا نحصوا على كمية كبيرة ديال الزيت. المهم انا كنحاول ما يمكن انني نرخيه شي باش يبرد ليا باش يجيني ساهل في العصير. غتمشيو على الطريقة حتى انكم تخرجوا كل شيء، المحتويات والمكونات وكل حاجه كاينه في داك الكوك. انتم كتعرفوا بان الكوك مهم بزاف، في فوائد كثيره عديده جدا، في فيتامينات، في املاح، في زيوت مشبعه. يعني بصراحه ما خصش الانسان عاوتاني يكثر منه بزاف، يعني الانسان يشرب منه باعتدال، لان ديك الزيوت المشبعه صعيبه، يقدر الانسان يتصب بكوليسترول الا كان كيكثر منه بزاف. ولكن لكن الانسان كياخذ باعتدال، يعني ماشي شي حاجه كثيره في النهار ماشي مشكل. الانسان حتى هو مفيد لان فيه الحديد، فيه بزاف ديال الاشياء اللي غادي تفيدنا في الجسم ديالنا. نعطيه الاطفال ديالنا حتى هو مزيان، فيه الكالسيوم.
هاد البقايا اللي بقاو ليا ديال الكوك غادي ناخدو، غادي نديرو في واحد في شي زلافه ولا شي حاجه، ونديرو في الثلاجه حتى يبرد لانه باقي سخون بزاف. بصراحه باقي فيه ما يدار، لان الكوك واخا هكاك عصرت عييت باقي فيه. هاد الكوك هذا راه غادي ندخلوه في بزاف ديال الاشياء. اولا منها نبقى نديرو مع الخبز، راه كيخلي الخبز طري ورطب، متي ينشفش تيبقى دائما داك الخبز رطب، وريحته كتكون زوينه في المذاق ديال الخبز ديالنا، بالاخص احنا اللي كنعجنو الخميره البلديه باش انكم تحيدوا كاع ديك الريحه. فغادي ديروا الكوك مع العجينه ديالكم، وديروه في الحلويات. خلاص هذه معروفه الحلويات، ديروه في يعني في التجميل كماسك البشره ديالكم. قد ما حسيتوا بالبشره ديالكم ولات ناشفه، تهزوا منه شويه وتحكوا به الجسم ديالكم، كيخلي البشره ديالكم رطبه. غادي نخليه يبرد، عاد نديروه في الكونجيلاتور. هذا غادي نغطيه بالفيلم اليمونتير ونديروه في الثلاجه حتى الغد ليه، نخليه يرتاح حتى يطلق ليا داكشي المزايا ديالو وتجمد ليا الزبده. هذا الكوك اللي خليت في الثلاجه حتى برد غادي ناخده دابا، غادي نديروه في واحد البلاستيكه. هاد البلاستيكه هادي نحاول ما امكن انني نضغط عليها من التحت باش انني نخرج منها كاع داك الهواء اللي كيكون فيها، ونحتفظوا بيه في الثلاجه. وقت ما بغينا شي حاجه كنحلو البلاستيكه وكنجبدوه، فكيكون هو يعني ما كيقسح ما والو، كيبقى هو هو. كنديرو في الثلاجه الكونجيلاتور حتى نحتاجوه ان شاء الله، ونجبدوا منه داكشي اللي بغينا. هاد الطرف ديال التوب اللي خدمنا بيه، فكناخدو كنغسلو مزيان حتى نحيد منه كاع الحليب اللي فيه وداك الكوك، يعني تنظفو بشكل جيد. من بعد كنعقمو، كناخد واحد الكسرونه كنديرو فيها الماء وكنديرو حتى تتغلي. من بعد كنضيفو ليها الخل بكيفيه معقوله، يعني نكترو شويه الخل. ومن بعد كنديرو هذاك الطرف ديال التوب اللي هو من القطن الخالص. الى لقيتو توب ديال القطن الخالص فمن الاحسن انكم تقطعوا منه طريفات وتخليو كل حاجه خصوها الحاجه، ما ديروش يعني هذا ديروا به كل شيء، كل حاجه ديروها الحاجه. نخليو هذا الطرف ديال التوب يتعقم لنا واحد ربع ساعه، من بعد كنرفعو من النار وكنضيفو وتنوضعو في الماء البارد اللي فيه ثلج، مكعبات ديال الثلج، ونخليه يتعقم ليا على البارد. كنخلي هذا الطرف ديال التوب حتى تيبرد تماما، نحاولوا اننا نحلوه مزيان باش يبرد ليا بسرعه. كما قلت لكم خليوه يبرد تماما تماما. من بعد كنهزو كناخدو كان كان كاني كان طويب بشكل يعني مزيان، ومن بعد كنعصرو. هاد العمليه هادي بصراحه كنديرها باش غنتهنى، يعني ملي كنبغي نخدم بيه كنعرف راسي بانني كنخدم شي حاجه نظيفه ومعقمه، يعني كنحاول ما امكن ماش اننا لا تكون الميكروبات ولا شي حاجه بحال هكا، لان الحليب اللي كنستخلصوه فهو كنشربوه، فنحاولوا نديروا اشياء اللي تكون صحيه سليمه. كنعصروا مزيان، ومن بعد كنديروا في بلاستيكه. البلاستيكه غادي ندخلوه الكونجيلاتور ونخليه. وقت ما بغيتو كنحتاجو كنجبدو كيما شفتو، كنجبدو كنفرغ عليه الماء الغليان حتى تيدي كونجلا ليا، ونعاود تاني ندير لي تاني ماء غليان المره الثانيه ونخدم به عادي. وانا مطمئنه بانه معقم ما كاين فيه حتى شي حاجه ديال الفطريات ولا صافي. هذه العمليه اللي كندير انا، كندير واحد مجموعه ديال التروفه ديال التوب بحال هكا، كل حاجه كنخدم بها الحاجه. هذاك الحليب اللي خليناه في الثلاجه جبدته من الثلاجه، كيكون تتكون ديك الزبده جمدات، شتو جمدات تماما ولات كل جليد. كنحاول ما امكن انني نقطع اطروفه باش انني نقدر نخدم بها، يعني نقدر نجبدها ونخدم بها. الزبده هذه ديال الكوك هي مهمه جدا، ويعني هي كت 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 لا يخ تتليق الذوات البشره جافه جدا، كاينين الناس اللي عندهم بشره فعلا جافه. هذا من عوامل كثيره بصراحه، ولكن يعني باش اننا نساعدوا على ترطيب ديك البشره كناخذوا هذه الزبده ديال الكوك وندهنوها البشره. نقدروا نديروها بوحدها، ما نديروا معها حتى شي حاجه، هي ديك الزبده بوحدها يعني
ما نحتاجوش نضيفوا معاه حتى شي حاجه، وندهنوا بها الاماكن الجافه باستمرار. هذه العمليه ماشي فواحد النهار ولا يومين، هي كتعمل باستمرار. كنحاولوا نصفيو هاد الزبده هذه باش نحصلوا على الحليب بوحدو والزبده بوحدها. هذاك الحليب هو الحليب ديال الكوك، هذاك هو الحليب ديال الكوك. الا بغيتو تحصلوا على حليب الكوك يعني كامل الدسم، فما غاديش تضطروا انكم تعزلوا الحليب هذه الزبده ديالو، تقدروا تشربوه في ديك اللحظه يعني تعصروه وتصفيوه من الكوك وتاخذوه وتشربوه. هو كما قلت لكم هو كيكون حليب مشبع بدهون مشبعه، يعني هو شويه غادي يكون صعيب للجسم ديالنا، يعني الانسان ما يقدرش يشربوه باستمرار وكما بغى. هاد الحليب هذا غادي ناخده، انا غادي نديرو في قاروره باش نديرو في الثلاجه، ولكن كما قلت لكم الا كانت عندكم كميه كثيره فمن المستحسن انكم ديروه في المجمد، لان الجوده ديالو مع الوقت كتبدا تنقص، وباش مش ما يفسد ليناش ونصدقوا يعني ضعناه في حليب فنديرو في المجمد. هاد العمليه هذه اللي درنا حنا بحال اللي كنديرو في الحليب ديال البقر، ملي كناخذوا الحليب البقر وكنخليوه حتى تيخمر، ومن بعد كناخذوه كنردوه البن، كنلقاو ملي كنردوه البن كنلقاو فوق من في منه زبده. هذيك الزبده هي هذه دابا اللي درنا حنا مع الحليب ديال الكوك. طحناه خلصنا منه الحليب، ومن بعد درناه في الثلاجه حتى يبس، وعاد حصلنا على الزبده ديالو. عزلنا الحليب بوحدو وخلينا الزبده بوحدو بوحدها. هي هذه هاد الزبده هذه هي اللي غادي نستخلصوا منها الزيت كيف ما كنديرو مع الزبده البلديه. ملي كنبغي نديرو السمن كنديروها فوق النار وكنبقاو نخليوها حتى تتولي بحال ذهبيه، وبديك الساعه كنسماو باننا حصلنا على السمن. الحليب ديالنا غادي نديرو في قارورات كما قلت لكم، ونديرو في الثلاجه، غنخليو الكميه اللي غادي نستهلكو اسبوع ما نفوتوش، باش يعني كنكونوا عارفين بان الحليب باقي الجوده ديالو مزيانه. هو كيصبر اسبوع لانه هو ماشي بحال البقر، البقر لانه حليب حيواني، هذا لا، هذا حليب نباتي يعني ماشي بحال البقايا او يعني داكشي اللي غادي يبقى لينا على استهلاك الاسبوع غادي نديرو في المجمد باش نخليوه بالجوده ديالو، يعني نديرو في نفس اليوم النهار فاش غادي نوجدو نديرو في المجمد، يبقى في المجمد. منين نكمل ليا الكميه اللي عندي ديال الاسبوع نبقى نجبد من الكونجيلاتور نخليه يذوب ونبقى نستعمله نشربو، ولا بغيت نشربو ولا بغيت نديرو للتجميل ديالي نديرو. بصراحه هو مفيد بزاف للشعر الجاف، يعني ملي تدخلوا للدوش وتغسلوا شعركم وتبغيو تشللو ديروه واحد 10 دقائق ودلكو الشعر الفروه ديال راسكم مزيان مزيان به، وخليه 10 دقائق ومن بعد شللوه. ملي تخرجوا من الدوش غادي تاخذوا واحد البخاخ غادي ديروا فيه الحليب، وغادي ترشوا به الجسم ديالكم بكيفيه جيده، وتبقاو تماصيو البشره ديالكم، فكتخلي البشره رطبه رخوه، تخليها بحال الحرير، وريحه الكوك تتبقى طول النهار في البشره ديالكم. داكشي علاش انا كنفضل انه يكون هو اللوسيون ديال الجسم ديالنا، ما نحتاجوش نديرو لا كريمات لا والو من بعده. هاد الحليب هو كما قلت لكم غادي ندير منه في المجمد باش نحتفظ به، لانني انا اصلا كنبغيه بزاف في المسائل ديال التجميل، وكنديرو شعري كنديرو كالوسيون، فغادي نخلي انا القياس اللي غادي نشرب في الاسبوع ديالي فقط، اولا اللي غادي نبغي نديرو يعني اشياء عديده في المطبخ نديروه في لي صوص بلونش حتى هو كيجي زوين. هاد القضيه ديال التجميد غادي ديروا هذا حتى تعمروه وديروه حتى يجمد، من بعد تخويه في البلاستيكه وديروه ثاني حتى تجمدوا كلشي داك الحليب وديروه في البلاستيكه، تبقى تهزوا منه هكا كتكونوا يعني ما تضيعوا حتى في شي حاجه، حتى الزبده حتى الزبده حتى هي راه كتضيع الا خليتوها فتره في بلا مجمد كتفسد. صافي غادي نديروه في المجمد. صافي غادي ناخذ هاد الزبده هادي غادي نديروها في هاد الكاسرول باش نذوبوها، خصنا نديروها عاوتاني على درجه الحراره باش تذوب وتفصل لينا عاوتاني، غادي يبدا يخرج لينا منها الحليب باش يعني كما قلت لكم بحال اللي كنديروا السمن، اللي كنديروا نبغي نديروا السمن من الزبده ديال البقر، فهاد الشيء اللي كنديروا حتى لهادي تماما. صراحه ما سخيتش بعد شويه،
صافي دابا غادي نديرو فوق النار. هانتوما كتشوفوا عندنا كميه قليله لانني خديت منها شي شويه باش تبقى زبده، وخليت هذا الشيء باش نستخلص منه الزيت. نتوما تقدروا ديروا اكثر من هكا، يعني اللي بغى يدير كميه كبيره في اكثر الكوك. هانتوما كتشوفوا داب لينا الزبده، يعني اللي تيدير السمن ديال البقر فهذاك الشكل اللي كيديروا في السمن باش تردوه سمن، فهو اللي كنديروا دابا حنايا مع هاد الزبده ديال الكوك باش نخرجوا منها الزيت تماما تماما. ما كاينه شي حاجه يعني من غير هذا الشيء، غير حاجه وحده، انا غنقصوا النار باش الزيت ديال الكوك ما تحرق ليناش والجوده ديالها تبقى هي هي. بمعنى انا غادي ندير النار مهيله لان ما عنديش انا كميه كثيره، وفي نفس الوقت انا دايره هذا سميتو في الوعاء كبير بزاف باش يعني عمليه التبخر ديال الزبده تكون سريعه. علاش غادي نقص النار بزاف؟ يعني مهيله مهيله. شتو دابا نقص ليها وغادي نبقى نحركها عيب هكا بهذه الطريقه هذه حتى تبدا يفصل ليا هذاك التخت غادي يبقى، وغادي تبقى تبان لينا الزيت هكا طالعه من فوق. ملي تبان لينا شويه الزيت نهزوه بالملعقه، ما نخليوهاش تما، يعني ماشي ما نخليوهاش حتى تتولي لينا هذاك التخت يعني بني، لا خصو يبقى ابيض نيت، ولكن حنا نبقى نهزو الزبده بالمعلقه باش نحيدوها. هانتوما كتشوفوا الزيت ديالنا هي عزلات، شتو ولات غير زيت وبقى هذاك التخت سميتو في القعر. غادي ناخذ واحد الزليفه بحال هكا وغادي نديرو الصفايه، واحد وريقه، واحد طريف ديال بابي كلينيكس، وباش ما تهبط لينا حتى شي حاجه ديال الزيت، يعني نصفيوه، نحاولوا نصفيو الزيت ديالنا مزيان. انتما كتشوفوا يعني غادي نصفيوها باش تخرج لينا الزيت نقيه. ضروري ديروا هاد الورق ديال بابي كلينيكس بصراحه، منين سميتو دغيا دارت لي الزيت، غير النار مهيله مهيله، يعني بمعنى مهيله، ما تقولوش لا بغينا نزربو، لا خصها تكون مهيله. نتوما تشوفوا قعدت تخت لتحت. دابا هاد الشيء اللي بقى لينا هنا غادي نضيفو عليه شويه الماء، ياك الماء يكون مغلي او لا مقطر، غير المهم الا كان مغلي تغلى مزيان مزيان باش ديروه يغلي لكم مزيان، وهاد التخت هذا كله غادي تحركوه حتى يولي لكم بحال الحليب، وتخليوه في الثلاجه. ملي تخليوه في الثلاجه غادي تجمع داك الزيت اللي بقات لينا، غادي تجمع الفوق وغادي تحيدوها وديروها مع الزبده، وهداك السائل غادي تبقاو ديروا لبشرتكم اللي تخرجوا من الدش باش ما نضيعوا حتى حاجه. هذاك الشيء اللي بقى ليا كما شفتوا في القعر، درت له الماء وغليته، نتوما كتشوفوا حصلت على هذا سميتو وراه باقي فيها الزبيده، غادي الا درتو في الثلاجه غادي تجمع ليا الفوق. هذيك الزبده اللي خليت نتوما كتشوفوا بعد ما بدات تذوب ما بقاتش قاصحه، بدات يتعزل منها الحليب بحال داك الشيء ديال الحليب ديال البقر تماما. نتوما كتشوفوا شفتوا كنبقى نحاول معاه شويه بشويه حتى نعزل كل شيء داك الحليب اللي في داك الحليب ونخويه في هذا الماء هذا بحال هكا. ما خصش يبقى ليا الحليب في هذه الزبده هذه باش تبقى ليا مده طويله. هذه هي المجموعه ديالنا كما شفتوا، حضرناها وان شاء الله انكم ما تردوش انكم تجربوها في ديوركم، فهي رائعه جدا، فهي ضروري تكون في اي بيت كنقدمها لكم بالصحه والراحه.